الحدث مع أحمد القماطي. يمر علينا أغسطس كما في كل عام ليذكرنا برحيل شهداء اغتيلوا بعد معارضتهم لجماعة الإخوان. يوم أمس كان ذكرى استشهاد أيقونة النضال السياسي المدني الذي ما فتئ يحذر من شرور الجماعة الإرهابية ومؤامراتها، الشهيد عبد السلام المسماري الذي مارس ضده الإخوان بداية ما يعرف باغتيال الشخصية. حاولوا تشويه صورته لأنه قال لا لمشروعهم عندما فشلوا اغتيل الرجل رميا بالرصاص أثناء خروجه من صلاة الجمعة في شهر رمضان. اليوم 27 من أغسطس ذكرى رحيل شهيد آخر، هو الشهيد البطل عبد الفتاح يونس ورفيقيه العقيد محمد خميس والمقدم ناصر مذكور. اللواء الشهيد تعرض لذات منهجية الاغتيال الإخوانية التي تبدأ باغتيال الشخصية عبر التكفير والتخوين، بعدها تعرفون بقية القصة. شيخ معمم ووزراء إخوان سلموه لمتشددين اغتالوه فمثلوا بجثث الشهداء الثلاثة في مشهد صادم كشف للكثيرين مبكرا سيطرة الإخوان والمتشددين على البلاد عن طريق إقصاء معارضيهم وتشريعهم القتل والإرهاب والعدوان. الحدث أهلا بكم مشاهدي. الشقيقة تونس فقدت أيضا خيرة رجالها المعارضين للإخوان عبر الأسلوب ذاته المستخدم في ليبيا، اغتيال الشخصية، تشويه السمعة، وبعدها الاغتيال رميا بالرصاص. أبرز الضحايا المناضلين شكري بالعيد ومحمد البراهمي اللذين راحا ضحية عمليتي اغتيال مخططوها منفذوها لازالوا طي الكتمان. حلقة اليوم نخصصها للإضاءة على النافذة التونسية التي بدأت تخطو خطوات حثيثة لتقويض تغول الإخوة. عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين لا شك اللي هو تعبير واضح عن ضعف الدبلوماسية التونسية، لأنه قضية ليبيا نحن أولى الناس بها. بالتالي الزيارات الشخصية لا يعلن عنها والزيارات الحزبية لا يعلن عنها، وهذا يهدد أمن البلاد. ماهيش مسألة هينة نتاع تعديو فينا ومشى يشوف في سيارة ويهنوا فيه، هنيت عنده 20,000 حكاية يعمل فيها. تضحكوا على ذكول التوانسة وتستهتروا بأمن التوانسة، وما زلتم مستهترين بأمن التوانسة في علاقتكم بالتسفير، في علاقتكم بالدواعش، في علاقتكم بأبو عياض، وفي علاقتكم بالجهاز السري، وماشي وتحبوا تهزوها البلاد. شو معناتها الجهاز السري؟ شنو هو الجهاز السري هذا لحركة النهضة؟ لازمنا نرجع شوية للتاريخ، نعملوا بيرسي هيستوريك. حركة النهضة وقت اللي كانت في السرية، وقت اللي كانت الاتجاه الإسلامي، كونت مجموعة أو جهاز خاص، جهاز أمني. الجهاز هذا كان مسؤول على جملة من العمليات، منها اختراق وزارة الداخلية، اختراق وزارة الدفاع، الحصول على معطيات ومعلومات أمنية تهم الحركة، إلى جانب تنظيم عمليات معناها نجم نقولوها إرهابية، معناها تنظيم عمليات تفجير، تنظيم عمليات مختلفة. والرأي العام الدولي شاهد عليكم أنكم تهربين من أن يصدر البرلمان التونسي موقف واضح وصريح من رفض أي تدخل خارجي مهما كان مأتيه في شقيقة ليبيا، وأي تدخل يزعزع الأمن في منطقة المغرب العربي. دخل الرئيس قيس فيما يفعل إلياس، الرئيس قيس بالمكتوب، معناه شيء مكتوب، وباك الخط المغربي الجميل. قال له هذه حكومتك وحكومة من؟ وأنا نذكر أن الناس اللي تقتل الميت وتمشي في زنازته، من هدد على عبير موسى؟ شكون حرض على عبير موسى؟ بشوي مغرب تقص. سيد نبيل حجي. لا توقف ليش؟ ما وقفش حتى حد، هذوما ناس تقتلوا. هذوما ناس تقتلوا. الرجال هدوء. ما عادش تقتلوا. إن لم تسمحوا فافعلوا ما شئتم. سي سيف ظرف لا يحتمل
الظرف لا يحتمل رجاء رجاء سي حاتم تفضل اقعد سي حاتم تفضل اقعد سي حاتم ولا غادر القاعة لا بفضلك سي شنو الحالة هذه يا اخي الناس تفرج فينا على الخصومات الكذبة واضحة ونحن نسمي الأشياء بمسمياتها انت وقتها في مكتب المجلس عملت الاتصال مع فايز السراج وهديته بما تعتبره انتصار الوطية ومعاك مكتب مجلس قاعد ينظر في طلب الدستوري الحر لمسائلتك على العمايل الاخرى وما قلت لهمش وخرجت صفحتك حكومة الوفاق في ماضي 3.5 خرجت الخبر اللي انت اتصلت بالسراج وانت ما 3.5 مجتمع مع مكتب المجلس وتعهدت لهم انه باش تعمل لهم تقرير في تحركات الخارجية اللي نحب ما تجاوبنيش توا رجع الوقت رجع الوقت رجع الوقت ما تجاوبنيش رجع لي وقتي رجع لي وقتي رجع الوقت نعم رجع الوقت رجع الوقت وما تقاطعنيش من بعد جاوب لابد من التزام ما تقاطعنيش جاوب من بعد لابد من التزام الادب جاوب من بعد مؤدبة انا قاعد اقول في الحقيقة انا اقول في الحقيقة انا مؤدبة اللي يكذب على الناس هو اللي ماهوش مؤدب اليوم نوجه المسؤولية لكل القوى المدنية وكل من يقول عنده نفس وطني في تونس اللي مازال يحط يده معاك ومع التنظيم متاعك فهو خائن لتونس لأنك أنت تنتمي لتنظيم ما يحبش الخير لتونس ما يستعرفش بالدولة التونسية ما يستعرفش بالاستقلال التونسي تونس أمانة في رقبتكم هذا الشخص راهو قاعد يكذب علينا ويراوغ وحزبه هو بتاع تنظيم الإخوان أنتم إخوانجية وتونس حرة حرة والإخوانجية على برة ولن نترك تونس فريسة لكم انتوما وستحاسبون بالقانون وبالقضاء وستكشف الحقيقة وستعود تونس لأحضان التونسيين ستبقى تونس دولة مدنية دولة حداثية دولة بوركيبية دولة الاحتداد ودولة السياسة الخارجية المعتدلة لن نصطف ولن نترككم تتلاعبوا بمصير الوطن وللحديث بقية سجل يا تاريخ شرفني سيادة رئيس الجمهورية اليوم بتكليفي لتكوين حكومة وهي ثقة أعتز بها وأشكره عليها في الحقيقة إن هذه الثقة مسؤولية جسيمة وتحدي كبير خاصة في الوضع الذي تمر به بلادنا وسأعمل بإذن الله جاهدا على تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل على الاستجابة إلى استحقاقاتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها طيلة هذه السنين. وأقولها مرة أخرى على رؤوس الملأ في أي مليم من أموال الشعب التونسي مهما كانت الارتباك ومهما كانت محاولات الإخداع والتخفي لن نتسامح أبدا في أي مليم من أموال شعبنا. الحدث أهلا بكم مشاهدينا نطل اليوم على المشهد التونسي لتعريف المواطن أو المشاهد الليبي بطبيعة المتغيرات التي تحدث هناك طبيعة وحجم هذا الحراك المدني القوي الذي بدأ يتحرك في تونس لتحريرها ولتقويض نشاط أو تغول حركة الإخوان وعموم التنظيمات الإرهابية الأخرى في تونس أستضيف اليوم عدد من النشطاء والمحامين التونسيين المعارضين للتنظيمات الإرهابية وأبدأ بالترحيب بهم على التوالي أرحب بضيفتي عبر الأقمار الصناعية المحامية والناشطة السياسية الأستاذة وفاء الشاذلي أرحب أيضا بالمحامي والناشط السياسي التونسي الأستاذ عماد بن حليمة كما أرحب بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نزار جليدي أرحب أيضا بالمحلل السياسي دكتور عبد السلام شقير كما أرحب بالناشط السياسي الأستاذ أسامة بن عرفة أبدأ بداية مع الأستاذة وفاء الشاذلي أستاذة وفاء عسلامة عسلامة مرحبا بكم نحاول اليوم أن نضيء على المشهد التونسي ونعرف أيضا المواطن الليبي على طبيعة ما يجري هناك يبدو أنه في تكون أو تبلور لتحالف أو نشاط لمحور قوي مدني داخل تونس ليحاول أن يعارض تحركات الإخوان المشبوهة هناك هل لك أن تضيء أكثر على طبيعة وعلى حجم هذا الحراك المدني هناك؟ نعم
في الحقيقة الحراك المدني هو موجود منذ 2011، كان المجتمع المدني قوياً وكان ذو توجه مناهض للتواجد الإخواني صلب الساحة السياسية، باعتبار أنه لا يخفى على أحد أن النهضة التونسية مرتبطة بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وأن الأجندة التي تتحرك بها هي أجندة غير وطنية، هي أجندة دولية، الهدف فيها هو أن تكون تونس دولة عبور لزعزعة استقرار ليبيا ولزعزعة استقرار الجزائر. هذا يعني الكل، يعني صغير وكبير يعلم هذا، ولذلك لم يخفت، يمكن بدرجات متفاوتة. هذا يعني المجتمع المدني، يمكن أن نقول أن المجتمع المدني هناك عديد من المنظمات ومن الجمعيات ومن الشخصيات الوطنية، ممكن اللي نشوفوهم يعني ركنوا إنهم ولوا اليوم على الربوة، ممكن هذا لأننا عرفناهم إبان اغتيال الشهيد بالعيد أكثر شراسة، عرفناهم إبان اغتيال الشهيد محمد الإبراهيمي متواجدين معنا في اعتصام الرحيل، ثم رأيناهم يعني فما اللي أصبح لا ضير له أن تكون حركة الإخوان متواجدة في المكون السياسي التونسي، وهناك من يحاربهم إعلاميا، وهناك من يحاربهم قضائيا كهيئة الدفاع عن الشهيدين. اليوم نرى كذلك أن هناك كتل في البرلمان، ممكن أنها الكتلة الديمقراطية اللي نشوفوها أكثر ممكن تماسك من أول ما يعني من أول العمل البرلماني، يمكن فما تماسك أكثر من ذي قبل لهدف أنه يقع سحب الثقة من راشد الغنوشي، رغم أن سحب الثقة ممكن عليه نقطة استفهام هل سيتم أم لا. بعد قليل سوف نناقش هذه السيناريوهات المختلفة أستاذ وفاء، لكن قبل ذلك أعرف أن التيار المدني التونسي لم يخبو. لكن بالنسبة للعمل المدني هو متواجد. صحيح، العمل المدني المعارض للتنظيمات الإرهابية كان متواجد، كان يتحرك رغم الضغوط الكبيرة الممارسة ضده، والتي وصلت إلى التهديدات بالقتل أو حتى لتنفيذ عمليات اغتيال طالة المناضلين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. لكن الكثير يتحدث أن حركة النهضة أو جماعة الإخوان المسلمين في تونس ارتدت قناع المدنية والديمقراطية والحركة المتعايشة مع النموذج البورقيبي طيلة السنوات التسعة الماضية. هل بدأت حركة النهضة تكشف عن وجهها الحقيقي أستاذ وفاء؟ طبعا هي حركة النهضة دوما تقول وتصرح بغير الحقيقة، هي دوما تدعي كونها تتونست، وهذا يعني ما صرح به حتى في الخارج المرحوم الباجي قايد سبسي حين قال في رحلته تلك الشهيرة لإيطاليا، حين قال هذه الحركة أصبحت تونسية، ثم رأينا راشد الغنوشي ينبري هو وبعض القيادات ليتحدث عن فصل الدعوي عن السياسي، وأن حركتهم هي حركة تونسية من صلب المجتمع التونسي، يعني هم ارتدوا جبة تونس، أنكروا حتى أن يكون لهم علاقة بتنظيم الإخوان بمصر، رغم أن هناك حتى صور لراشد الغنوشي في مقر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بمصر، هو موجود ضمن القيادات، ورغم ذلك هو ينكر، يمكن حتى يستهتر بالذكاء التونسي وبالعقل التونسي. نحن اليوم في عهد العولمة، نحن اليوم العالم مدينة صغيرة، هناك عالم الانترنت نرى كل شيء، هناك كذلك الإعلام، هناك كثرة القنوات، رأينا يعني صورته موجودة مع قيادات التنظيم. من ينكر أنه أدى اليمين، أدى البيعة أمام الأمير عمر التلمساني في مصر منذ يعني سنة
1974 هذا كله تاريخ. يعني كل هذه الخزعبلات التي نراها اليوم فيما اسمه فصل الدعوي عن السياسي هو كذب. اليوم بدأ فعلا الوجه الحقيقي خصوصا بالارتباك الحاصل لهذه الحركة، لأن هناك محاصرة قوية اليوم لهذه الحركة. هو الحقيقة حاصروها في اعتصام الرحيل، وقعت محاصرتها من طرف الشعب الذي عقد العزم على إنهاء حقبة الإخوان، ولكنهم أنقذوها بما اسمه حوار وطني، أنقذوها بما اسمه اجتماع البريستول بين الشيخين في باريس. هذا لا ينكره أحد. كما نرى اليوم عدة يعني مبادرات للحوار بليبيا، نفس الشيء، الإخوان يرفضهم، ترفضهم الشعوب وينقذونهم بما اسمه حوار وطني. هو في الحقيقة حق أريد به باطل ليس أكثر. طيب اسمحي لي أن أرحب الآن بالأستاذ نزار جليدي. أستاذ نزار، لا أعرف ما تكون تتفق معي أن ربما حركة النهضة الإخوانية في تونس لم تكشف عن وجهها الحقيقي مبكرا كما فعل جماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي ليبيا. ربما تحركت حركة بطيئة، انتهجت الأسلوب الذي انتهج في تركيا أو انتهجه حزب العدالة والتنمية التركي حتى كشفت عن وجهها الإخواني الحقيقي الآن. هل يمكن أن نقول أنه حركة النهضة أطلت بوجهها العنيف أو الإرهابي أو الذي يحاول أن يحتكر السلطة في الدولة أو أن يؤخون أيضا مؤسسات الدولة التونسية؟ أهلا وسهلا. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. من كان يؤمن بالنهضة فالنهضة قد انتهت، ومن كان يؤمن بتونس فتونس حية لا تموت. تونس التي فيها وفاة شادي وعماد بن حليمة والدكتور شقير وعبير موسي ونورتين بالطيب، وفيها الشهيد الأول للحركة لطفي نجب في تلك المدينة الغابرة ولاية تطاوين. علكم دائما تنسون ذلك الجنوب الجميل وتتهمونه كل التهم، ولكن سيدي هؤلاء مجرمون ببطاقة التعريف، يملكون صكوكا باعوا وهما لشعب مثقف عاش في البرجيبية، الآن كشفوا أن صكوكهم بلا رصيد. حركة النهضة حركة مجرمة، سرطان وورم مكننا به الله وهو ابتلاء، واليوم نحن في حالة العلاج النهائي. انتهى المرض، انتهى الورم، حركة النهضة معزولة تماما كما يفعل الطبيب بما يسمى عندنا باللغة الفرنسية الشينيو. حركة النهضة الآن هي مصدومة بفعل الشوك الإلكترونيكي، لأن هذا الشعب، هذا الشعب الذي تعلم في المدرسة الطبية، هذا الشعب الذي تعلم عن الحياة، هذا الشعب الذي عشق الحياة كما قال أبو القاسم الشاذلي، لا يقبل هؤلاء المجرمون. عندما أتوا إلينا بطلع البدر علينا في مطار تونس قرطاج، وهلل لهم بعض من الذين كانوا يعتقدون بأن حداج جانتي هو الممر الحقيقي إلى الديمقراطية، وأن خبز ماء بن علي، لا بن علي قل عنه ما شئت، ولكن بن علي لم يدمر نفسية التونسيون كما دمر هؤلاء. 9 سنوات كانت كفيلة وحدها بأن تدمر نفسية الشعب التونسي، ولكن الشعب التونسي كان مرابط، هم المرابطون، هم العاشقون للحياة، لأنهم رابطوا بهؤلاء، بهؤلاء الرجال والنساء. نساء تونس، كم عشقت مدخلتك هذه الليلة عندما قدمت امرأة قبلنا جميعا، لأننا نحن نؤمن بهذه الحياة، نؤمن بأن تكون امرأة تتكلم وتصدح بالحقيقة، لأن كل الحقيقة نحن بنينا أن نقول الحقيقة، وهذا أمرنا. حركة النهضة، حركة النهضة سيدي الكريم هي حركة الدبابير، هي حركة تنعشت في بريطانيا في عمق المخابرات البريطانية، دعمها اليسار الفرنسي بشكل أو بآخر، وأنا في فرنسا أقول لك هذا، وحاولت أن تسيطر وأن تدجج الإدارة التونسية. كل ما فعلته أنها زرعت هذا الورم، زرعت هذا السرطان في البلاد. الآن الجميع، المواطنون التونسيون، الأحياء التونسيون الذين يؤمنون بالحياة، هم يقول لك لم تعد لنا رغبة في أن نرى هؤلاء. الرجل الوحيد الذي استطاع أن يتعايش معهم بكل الحالات هو الباجي قائد التونسي، لأن حمام الدم كان جاهز. الآن هم يتخبطون لأن المعركة أصبحت على كل الوجهات، معركة اقتصادية، اجتماعية، نفسية، والمعركة أيضا جغراء سياسية، لأننا نتكلم في قناة ليبيا وأنا صحفي وأعرف كيف تعد البرامج.
عندما نتكلم الآن نحن نتكلم بهذه الحركة التي أرادت بشكل أو بآخر أن تضر بشعب شقيق، بشعب بيننا وبينه نسب، أرادت أن تنفذ بسمومها لتخرج وتعين رجل أحمق مراهق اسمه أردوغان. هي منظومة كاملة. راشد الغنوشي يتماشى مع منظومة، يتمسح لأنه لا يريد من التلفزيون، هو يفكر بنفس تفكير الصهيونية تقريبا. ما في جيب التونسيون يريدها أن يقول لحركة النهضة. حتى وأن حرقت تونس لا يعنيه شيء، ليس هو فقط لأن هناك الصقور والحنان، حركة النهضة أصبحت مجسم مركب في تونس، ولكن فقدت، لماذا فقدت عنوانها وفقدت هيبتها في تونس الآن؟ ولماذا أنتم تتكلمون عن كلمة حراك؟ وبكل تحفظ أنا لا أقول حراك، أنا أقول المسار التونسي، مسار التصحيح التونسي، لأن الشعوب تحتاج دائما إلى مسارات، لأن كلمة حراك تذكرني بكتب الإرهابيين وابن تيمية. أنا لا أحب هذه الكلمة وأعتذر، لا أستطيع أن أقول هذه الكلمة. الآن المسار التونسي، المسار التصحيحي، هناك كتل في البرلمان، وهناك أنت تعرف سيدي أنه هناك 80 نائب في البرلمان التونسي كانوا منخرطون في النظام السابق، لكن لم يكونوا منخرطون في نظام بن علي، هم كانوا منخرطون في الدولة. الدولة الآن جاهزة، الدولة برجالها بالمحامين. عندما أرى على شاشتكم الكريمة الليلة اثنين من المحامين، اثنين من الأسد، فإنني كل ثقة بأن هذا الوطن سيتحرر من هؤلاء، لأن نصرة هذا الوطن ستأتي لفضح الوجه المكشوف. تعرف سيدي أن هؤلاء الرجال الذين هم أمامك الآن من إعلاميين ومحامين عذبوا بشكل أو بآخر من حركة النهضة، دمرت أعصابهم بشكل أو بآخر، ولكنهم مقاومون. نحن نقاوم أمام مرض حقيقي في لعبة السياسة. الآن في لعبة السياسة حركة النهضة تلعب آخر الأوراق، الأوراق بين الغنوشي وجماعته، إن هذا الرجل له كل المال لحركة الإخوان، وفي نفس الوقت جماعته يريدون تنصب سياسي. التنصب السياسي أصبح غير ممكن لأن الفعل السياسي في تونس الآن أصبح غير ممكن معه هؤلاء. طيب اسمح لي يا أستاذ نزار، بعد قليل سوف نناقش هذه الجزئيات، هذا المسار الذي وصفته بمسار التغيير التونسي. تفضل تفضل أستاذ نزار. لا أعتذر عن الإطالة ربما. لا 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 بالعكس، نعم أنت تثري الحلقة بمشاركتك دائما يا أستاذ نزار، لكن فقط حتى نقسم الوقت ونتحدث في وقت لاحق من هذه الحلقة على فرص ربما مقدرة جماعة الإخوان المسلمين من فك الطوق حولها الآن من هذا المسار الذي وصفته بمسار التغيير التونسي أو المسار الوطني المدني الذي يحاول تحرير تونس من قبضة التنظيمات الإرهابية. لكن اسمح لي الآن أن أرحب بالأستاذ عماد بن حليمة المحامي والناشط السياسي التونسي. أستاذ عماد أهلا بك. مرحبا، تحية لي وإلى كل متابعيك ومشاهديك على قناة الحدث الليبية. أستاذ عماد، مرة أخرى أريد أن أقارن بين الحالتين الليبية والتونسية. في ليبيا خسرت جماعة الإخوان المسلمين في كل الاستحقاقات الانتخابية، آخر انتخابات حصلت فيها على 8% فقط من مقاعد مجلس النواب، حتى انقلبت عسكريا عبر أذرعها المسلحة على نتائج الانتخابات عبر انقلاب فجر ليبيا. لكن في تونس الصورة كانت مغايرة، والكثير يسأل عن أسباب هذا التغير. كيف تمكنت جماعة الإخوان من ربما الحصول على هذا الكم الكبير من المقاعد داخل مجلس النواب، أو الوصول حتى لعدد كبير من الوزارات أو الحقائب الوزارية في الحكومات المتعاقبة منذ 9 أعوام والآن هم في رئاسة البرلمان، رغم أن الشعب التونسي شعب منفتح مدني ديمقراطي بورجيبي معادي بالطبيعة لهذه التنظيمات؟ شكرا. هي هناك شيء لنتفق عليه. الإخوان المسلمين لما شاركوا في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 لم يكونوا معلومين من غالبية الشعب التونسي، لأنه الناس اللي عاشت في السنوات أو اللي ولدت في السنوات 80 و90 لا يعرفون الإخوان المسلمين، لأن الإخوان المسلمين كانوا في السجون وكانوا خارج البلاد التونسية ولا يعرفون حقيقتهم. لذلك في سنة 2011 شوف أنه جابوا تقريب 1,600,000 صوت في الانتخابات التشريعية ل 2011. في 2019 جابوا تقريب 480,000، يعني بنقص تقريب
1,200,000 صوت. هذا أكبر دليل على أن المجتمع المدني يتحرك، الأحزاب تتحرك، الأخوان ينكشفون، الناس تتعرف عليهم لأنهم لا يعرفونهم من سابق، وهذا أمر ثابت، وهم يدركون كل الإدراك وأن هذه الحركة لا يمكن أن تنبت في تونس، وهي حركة في حالة تقهقر. لذلك ترونهم اليوم يفعلون كل ما يلزم لضمان بقائهم ولتحسينهم في البرلمان بصياغة قانون انتخابي كارثي، تحسين هذا القانون الانتخابي بما يسمى بالعتبة لإقصاء أكثر عدد ممكن المنافسين حتى يبقوا في المرتبة الأولى. ومن غير المعقول منطقيا أن يخسروا 1,200,000 صوت ويحافظون على المرتبة الأولى. أنا نشبههم تقريبا بالفريق الكرة الذي ينتصر على خصمه بالغياب. المشكلة الرئيسي اليوم في تونس وأن هنالك عزوف عن المشاركة في العملية السياسية. حجم الناخبين في تونس هو 8,700,000 ناخب. الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة هم 2,700,000 ناخب، يعني هناك 6,000,000 ناخب لم يشاركوا في العملية الانتخابية. وكلما تدحرج وكلما نقصت نسبة المشاركة كلما يزيد حجم الأخوان، لأن حجم الأخوان معروف، هنالك نواة، النواة القوية، ثم هنالك المغرر بهم والطامعين وهؤلاء الذين يتمتعون ببعض يعني الصناديق من الأغذية والإعانات بمناسبة الحملة الانتخابية. كل هذم إذا كان تكون نسبة المشاركة عالية فإنه حجم الأخوان ينقص، إذا كان تكون نسبة المشاركة ضعيفة فحجم الأخوان يقوى. اللي صاير في تونس وأنه لما نقول 8,700,000 ناخب وأنه الأخوان لهم 480,000 من الناشطين والمناضلين والمؤلفة قلوبهم والمغرر بهم، يعني أنه بالأرقام هي 7% من حجم الناخبين، لكن اليوم عندهم في البرلمان تقريب 23%. 23% هذه هي نتيجة العزوف عن المشاركة في العملية السياسية، وهذا في الحقيقة أمر يتطلب كثير من البحث والتدقيق، لأنه في بلد عاش 55 سنة تحت نظام الحزب الواحد، وأنه الانتخابات التشريعية لم يكن لها معنى ولم تكن لها أهمية. اليوم هنالك سؤال مهم، لماذا لا يشارك التونسيون في الانتخابات الديمقراطية لتقرير مصيرهم؟ المشكل الرئيسي الأول هو أنه هناك أن الإخوان منذ سنة 2011 عملوا على ترذيل الحياة السياسية وعلى تنفير المواطن، وهذا أمر كان مخطط له، وهو أنه ينفرون العباد وينفرون المواطنين، يرذلون المشهد السياسي حتى يكره المواطنون المشهد ولا يشاركون في العملية السياسية. وعدم المشاركة في العملية السياسية هو الذي يبقي الإخوان في المرتبة الأولى. وتعرفون جيدا وأنه قبل سنة 2011 لم تكن هنالك أحزاب قوية، كان فقط هنالك الحزب ما يسمى التجمع، وكان قبل ذلك الحزب الاشتراكي الدستوري هو الحزب الوحيد، والمنافس المباشر لهذا الحزب لم يكن إلا التنظيم السري للإخوان المسلمين. الآن القوى السياسية هي بصدد التشكل، لذلك ترون أن هناك قوات تخرج للعالم الخارجي، تذهب للبرلمان ثم تسقط، سقط نداء تونس، سقطت العريضة الشعبية، سقط حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. المشهد السياسي بصدد التشكل وإعادة التشكل، وليست هنالك تجربة كبيرة في الأحزاب. لكن الأمر المهم وأن المجتمع المدني اليوم هو مجتمع قوي، هو مجتمع يتصدى لهذا المد الإخواني، والأرقام لا تكذب، وأن الإخوان بصدد التقهقر. طيب ما الذي تغير أستاذ عماد بن حليمة حتى بدأ الإخوان في تونس أو حركة النهضة الإخوانية في تونس في حالة التراجع أو التقهقر؟ لماذا وصلنا إلى هذه النتيجة الآن بعد 9 أعوام تقريبا من تغول هذه الحركة في تونس؟ الحكم هي مكينة تهري، هي تسبب الهراء بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم، الوضع الاجتماعي المتأزم،
ثم انكشفت هذه الألاعيب. تعرفون جيدا نحن ننحدر من مجتمع عربي إسلامي ونعتقد وأن من يقيم الصلاة هو من الثقات ويمكن التعويل عليه، لكن طرح للشعب المخدوع وأن هذه الجماعة لا تدخل إلا الاتجار بالدين. لذلك هذا قلت أن الآن الأخوان هم بصدد تعريتهم وكشفهم للمجتمع، لذلك هم يعني يتقلصون ويأخذون المعركة الأخيرة والمؤشر القوي على أن الأخوان يدركون جيدا وعلى أنهم في حالة تقهقر وتراجع كبير هو حالة الاضطراب التي يبدون عليها، وتبشيرهم كل مرة يحسون بالمحاصرة إلا ويلجؤون إلى خطاب أو إلى التلويح بخطاب الحرب الأهلية، وخطاب الحرب الأهلية ليس إلا تخويف وترويع للمواطنين حتى يتجنبوا مزيد الضغط على حركة الأخوان. تتحدث عن الوزير الأخواني نور الدين البحيري الذي هدد بحرب أهلية في حالة خروج حركة النهضة من المشهد في تونس. إذن ربما نحن أمام سيناريوهات مختلفة، بعد قليل سوف نتحدث فيها أكثر. اسمح لي فقط أن أجدد الترحيب الآن بدكتور عبد السلام شقيرة المحلل السياسي. دكتور، أنت أحد أيضا النشطاء والمعارضين لحركة النهضة في تونس والمدافعين عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، لكن في آخر بث مباشر لك على مواقع التواصل الاجتماعي كنت تتحدث عن حالة أرتيكاريا أو هستيريا إخوانية، هل وضحت لنا أكثر عن أسبابها؟ مرحبا بكم وبكل مشاهديكم وبضيوفكم الكرام. إذن كما قلت في البث المباشر البارحة هم يعيشون يعني حالة هستيرية صعبة، وهم المرجح أنهم سيلجؤون إلى العنف خاصة بعد الحصار الذي فرضه عليهم السيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في الآونة الأخيرة بعد التحركات لحركة الإخوان المسلمين وتصريحات الخطيرة التي أعتبرها خطيرة لبعض القيادات لحركة الإخوان المسلمين وتخبطهم في البرلمان في ذلك الصراع المقيت داخل تحت قبة البرلمان التونسي لرفضهم لأهم معناها شكل من أشكال الديمقراطية التي نادوا بها منذ 2011 ألا وهو الاعتصام. هم يرفضون حتى اعتصام نواب أو كتل برلمانية، يعني يلجؤون إلى العنف، يلجؤون إلى تلفيق التهم، يلجؤون إلى الادعاء بالباطل. فقد أردت أن أذكر في إطار ما كان الأستاذ الكرام يقولونه منذ قليل، هو كون حركة النهضة التونسية والجميع يعلم أن لها ارتباط وثيق بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، لكن متى كانت حركة النهضة تقول كونها تتونست وأنها تمدنت وفصلت الدعوي عن السياسي؟ كان ذلك في النقطة الفاصلة أو في الزمن الفاصل وقت سقوط حكم الإخوان في مصر، جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ورذوخ المؤسسة العسكرية المصرية لإرادة الشعب المصري الذي نزل بعدد ما يزايد 30 مليون مصري في القاهرة للتنديد بحكم الإخوان ولإزاحتهم إلى الأبد. يعني منذ تلك اللحظة كان الإخوان في تونس يقولون أنهم تتونسوا وأنهم انفصلوا عن هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، ونحن نعلم جيدا أنهم إلى اليوم ينتمون إلى هذه الجماعة. يعني هنالك قيادات على مستوى مركزي لحركة الإخوان المسلمين هم نشطاء حاليا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي، وأنتم تعلمون أن هذا الاتحاد مصنف محظور ومصنف اتحاد إرهابي. يعني هنالك قيادات وأعضاء مجلس شورى حركة النهضة التونسية مثل رضوان المصمودي مثلا، نحن بالاسم نذكر مثل رضوان المصمودي، هو عضو في هذا الاتحاد وهو في نفس الوقت عضو مجلس شورى لحركة النهضة. إذن الارتباط لا يزال موجودا، وهم العديد من قياداتهم لا ينكرون هذا الارتباط. أيضا زميلي نزار كان قد نوه لاغتيال الشهيد لطفي نقد، وهو كان الشرارة في الحقيقة قبل الشهيدين محمد إبراهيم وشكري بالعيد، معناه العنف السياسي، وهذا مؤشر خطير جدا في تونس. كما قال الأستاذ عماد بن حليمة، هؤلاء لديهم نظرية القطيع. يعني في 2011 منذ دخل راشد الغنوشي الذي يعد مرشد الإخوان المسلمين فرع تونس والذي يعد من أخطر قيادي هذا التنظيم وثاني قيادي على مستوى العالم، هو المنظر لأردوغان، هو الملهم لأردوغان. أردوغان يستقي علمه ما بين معقفين وما بين دفرين من كتب الشيخ راشد الغنوشي. لو تقرأ سيدي الكريم 5 صفحات أو 6 صفحات من أحد كتابات راشد الغنوشي لا ندبت كما نقول بالتونسي، معناه يعرف المرأة كوعاء جنسي مثلا. يعني هؤلاء يعتبرون أن راشد الغنوشي رسول بحكم أنهم استقبلوه في مطار تونس قرطاج
ذات ليلة بأغنية قيلت ولا تقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلوه بطلع البدر علينا وأيها المبعوث فينا، يعني هذا السيد هو مبعوث في هذه الأمة، من بعثه ومن كلفه بهذا البعث؟ يعني هذه نظرية القطيع تتشكل في أبهى تجلياتها، وهم يعني ينتظرون فقط الضغط على السر. يعني شفتوا التصريحات حتى منذ 2011 هنالك تبييض للإرهاب واضح من طرف قياداتهم، يعني لما الأمن التونسي عاين بعض التحركات المشبوهة في الجبال يخرج علينا وزير يقول أن هؤلاء يذوبون الكوليسترول وهم بصدد ممارسة الرياضة في الجبال، في حين أنهم يتدربون على رفع السلاح الذي سيفعونه في وجه التونسيين وفي وجه الأمن والجيش التونسي. أيضا ذكرتم القيادي نور الدين البحيري في إحدى تصريحاته المثيرة والخطيرة، كان يوما يقول إذا كان لديكم 10,000 أمني نحن لدينا 100,000 انتحاري ممكن ننزلهم للشارع. يعني هذه التصريحات لو كنا في دولة تحترم نفسها أو دولة قانون لكان هؤلاء إلى اليوم في السجن من خلال هذا التصريحات. لكن طيب دكتور الآن تعتقد أنه حراك المسار، مسار التغيير كما سماه نسار جليدي في هذا التوقيت بعد كل ما تتحدث عنه من محاولات ربما لأخونة المجتمع التونسي أو للسيطرة عليه أو لنزع تونس من جلدها المدني والديمقراطي، الآن تعتقد أن هذه فرصة هي فرصة تاريخية لا يمكن ربما أن تتكرر، يجب استغلالها جيدا؟ طبعا هي فرصة تاريخية وهي فرصة أتت بعد عديد الفرص التي فرض فيها بعض الباعة في مجلس نواب الشعب، بعض من يتظاهر بالمدنية والحدثية إلى آخره. الآن هي الفرصة الأخيرة لإزاحة هذا التنظيم، لإزاحة شر هذا التنظيم من تونس ومن قيادة تونس ومن دواليب الدولة التونسية ومن مفاصل الدولة التونسية، ومن ثم ننتقل إلى مراجعة التعيينات ومراجعة إقحام أعوانهم وإطاراتهم في كل مؤسسات الدولة التونسية وتغلغلهم في كل مؤسسات الدولة التونسية. هو المسار مسار النضال ضد هذه الحركة من طرف المجتمع المدني أو بعض الكتل السياسية أو بعض الإعلاميين والمحللين مثل ضيوفك اليوم، وتحية لهم من كل زملائي وأصدقائي، هو راه مسار متواصل منذ 2011. اليوم تغيرت الأوضاع، اليوم هنالك حصار مسلط على هذه الجماعة كما قلت من طرف رئاسة الجمهورية، وسنتحدث عن سبب الخلاف أو سبب انقلاب حركة النهضة عن الأستاذ قيس سعيد. ما وراءها هو وراءها الملف الليبي بالأساس، هو وراءها رفض رئاسة الجمهورية إنشاء قاعدة عسكرية تركية على الحدود التونسية الليبية، يعني هذا هو لب الموضوع وهذا هو سبب انقلاب هذه الحركة على مؤسسة رئاسة الجمهورية. طبعا إلى جانب تجاوز رئيس البرلمان لصلاحياته وتجاوزه لصلاحيات مؤسسة رئاسة الجمهورية مثل مقابلة السفراء، مثل التدخل في الشأن الخارجي، مثل المكالمات المريبة التي يدليها أو يقوم بها مع قيادات إخوانية في ليبيا، مثل زياراته المريبة لأردوغان ومحادثاته الهاتفية معه في صرخ معناها واضح لكل القوانين والأعراف الدبلوماسية التونسية وغيرها كثير من تجاوزات الإخوان. إذن هي الفرصة الأخيرة أعتقد لإزاحة هذا التنظيم المقيت من الحكم ومن مفاصل الدولة. طيب مرة أخرى أعود إليك أستاذ وفاء شاذلي، برأيك ما هي الأسباب التي ربما أدت لشن هذا الهجوم منقطع النظير من قبل حركة النهضة الإخوانية على الرئيس قيس سعيد؟ حركة النهضة هي الحقيقة فوجئت بالصعود المفاجئ للرئيس قيس سعيد، هي ممكن يعني في الانتخابات هي يعني سايرت الأغلبية وأعطت يعني لنفسها يعني أمام المواطنين وأمام الشعب التونسي على أساس وكأنها هي من أتت بهذا العصفور النادر. كلنا يذكر أن راجل الغنوشي تحدث في فرانس 24 عن العصفور النادر وأوهم الجميع أن قيس سعيد هو تابع لهذه الحركة وهو رهن إشارتهم، ولكن منذ زيارة أردوغان تغيرت الأوضاع وعرف راجل الغنوشي أن قيس سعيد ليس بالسهولة التي كان يتصورها، لأن قيس سعيد في حوار بث تلفزيونيا رد بكل قوة على أردوغان وعلى راجل الغنوشي دون أن يسمي الأشخاص، لكن رد بمسألة السيادة
أنها أمر مفروغ منه لا يمكن أن يتجرأ فيه أحد عليه، وكذلك جدد هذا في مكالمته مع ماكرون وفي بلاغ صدر فيما بعد عن رئاسة الجمهورية حين صرح أنه لا يمكن لأحد أن يطلب منه قاعدة عسكرية. هو لم يقل أن هناك طلب لقاعدة عسكرية، لم يصرح بذلك قيس سعيد، لكن مؤخرا هناك جنرال تركي قيادي بالجيش التركي صرح بأن أردوغان طلب هذه القاعدة العسكرية التركية، ولكن رفض قيس سعيد طلبهم. نحن عندما أدان في تلك التركيبة العسكرية أردوغان أطلق الشعب التونسي صيحة فزع ورفض، وممكن أجبر على تغيير مسار الجميع، لأن زيارة أردوغان في وقتها كانت مريبة، كانت يعني تنم عن اتفاقات في الكواليس المظلمة عن خيانة لشعبنا في ليبيا، وهذا ما جعل الشعب التونسي يعقد العزم على منع أي كان سواء رئيس الجمهورية أو راشد الغنوشي أو وزير الدفاع أو أي كان من الحكومة أن يمكن أردوغان مما هو طامع فيه وضالع فيه. ولذلك من وقتها ابتدأت هناك مناوشات، لكن لم نكن نعلم بها لأنها كانت خفية الحقيقة. ثم بدأت رئاسة الجمهورية تصرح في بيانات على أن هناك صلاحيات لا يمكن لأحد أن يفتكها، ورأيناها بمناسبة الكورونا حين صرح راشد الغنوشي يعني أشياء هي في الحقيقة من صلاحيات رئيس الجمهورية، بل هي حكر على رئيس الجمهورية، وتكلم وقتها في بيان وبلاغ رسمي عن أن صلاحياته لا يمكن لأحد أن يتدخل فيها. ثم وبعد تلك المكالمة الهاتفية الشهيرة بين راشد الغنوشي وبين فايز السراج، يعني بعد مدة صمت الرئيس ثم تكلم وقال أن لتونس رئيس واحد ولا وجود لرئاسات إلا رئيس تونس هو رمز الدولة، وهذا كان في رسالة واضحة وصريحة عن أن هناك خلاف وعن أن سيادة رئيس الجمهورية يرفض عملية السطو على صلاحياته. وهنا عرفنا أن المسار يعني المسار سيتغير، وفعلا رأينا أن هناك زوبعة في الحكومة، ورأينا أن هناك إرادة سياسية وحكومية في مراجعة التعيينات، وتمت بإقالة الوزراء وإقالة مستشارين. كل يوم نرى أن هناك إقالة للعديد من المديرين والمسؤولين التابعين لحركة النهضة. طيب. هنا يعني حتى يعني يشير في شيء رمزي أننا إذا أردنا أن نتخلص من الحركة فإنه بمقدورنا أن نتخلص بمجرد توفر الإرادة السياسية، وهذه الإرادة السياسية تبينها الشعب بوضوح في المدة الأخيرة أن هناك تغيير قادم للبلاد بخطى حثيثة. التغيير قادم بخطى حثيثة كما تؤكدين أستاذ وفاء شادلي، لكن اسمحي لي مرة أخرى إلى الأستاذ عماد بن حليمة. أستاذ عماد، هل هذه الأسباب التي ذكرتها الآن الأستاذ وفاء الشادلي هي فقط التي ربما جعلت الرئيس التونسي يتخذ كل هذه المواقف المتقدمة والتي أزعجت بل وأغضبت حركة النهضة الإخوانية التونسية منه، على رأسها ربما مواقف الحركة، تحركات ربما راشد الغنوشي الذي حاول من خلالها سلب صلاحيات رئيس الجمهورية تحت بدع مختلفة أبرزها هذه البدعة الإخوانية تحت مسمى الدبلوماسية البرلمانية التي مهدت لتحركات مشبوهة لراشد الغنوشي، أيضا ربما زيارة أردوغان المفاجئة إلى تونس، أيضا محاولة تصوير الزيارة وكأن الرئيس التونسي منضم معهم إلى محور الشر في المنطقة وهذا عكس الواقع الحقيقي. كل هذه التحركات هي التي
أغضبت الرئيس التونسي جعلته يتخذ هذه المواقف؟ أم تعتقد أنه في أسباب أخرى أيضا مضافة إلى هذه الأسباب سالفة الذكر تتعلق ربما بمؤامرة أو انقلاب يعده الإخوان المسلمين للسيطرة على تونس تنبه له الرئيس التونسي فاتخذ هذه المواقف؟ العلاقة بين رئيس الجمهورية وتنظيم الإخوان في تونس مبنى خلافه هو الملف الليبي ليس إلا. الأمر لا يتعلق بخلاف داخلي. تعلمون جيدا وأن الإخوان وأن تنظيم الإخوان خسر كل المعارك، خسر سوريا، خسر العراق، خسر اليمن، خسر كل المعارك، وخسر مصر. آخر معركة يخوضها تنظيم الإخوان هي معركة ليبيا، وتونس هي قاعدة يريدونها قاعدة خلفية تستغل لتحذير الاعتداءات على الشعب الليبي الشقيق. وأردوغان ما كان ليتخذ قرار دخول لليبيا لولا وجود قواطئ مع راشد الغنوشي. هذا أمر محسوم فيه، لا يمكن أن نشكك فيه. الرئيس التونسي كان موقفه واضح من الملف الليبي، وأنه لن يسمح باستعمال الأراضي التونسية لتحضير اعتداءات على أشقائنا في ليبيا، وهذا هو يعني نقطة الخلاف. واليوم الرئيس التونسي يعيش هجمة ليست فقط من الإخوان المسلمين في تونس، يعيش هجمة من التحالف، كل التحالف القطري التركي في تونس، وآخرها ما كان صرح به منذ أيام قليلة وأن هنالك مؤامرة للانقلاب على الشرعية. ويقال وأن هذا الملف الانقلاب على الشرعية هو في علاقة بتحذير اعتداء على رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لما يتحدث عن انقلاب على الشرعية لا يمزح. وأعتقد وأن هذا الملف رئيس الجمهورية قام بترحيله وتأجيله إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لكن هذا الملف سيفتح وسيثبت وأن الإخوان المسلمين في تونس متورطين مع الجهات التركية خصوصا في تحضير أمر ما للاعتداء على رئيس الجمهورية لتسهيل التواصل أو استغلال التراب التونسي لتنفيذ هجمات على الشعب الليبي الشقيق. والزيارة الأخيرة لعراب الخراب ومهندس الربيع العبري برنار أونري ليفي إلى حكومة السراج تدخل في نفس هذا الإطار. الخلاف الرئيسي اليوم بين قيس سعيد والأخوان المسلمين في تونس هو في علاقة بالملف الليبي، ليس الخلاف لا يتعلق لا بالممارسة الديمقراطية ولا بتصور التمشي الديمقراطي في تونس. الوضع الإقليمي والملف الليبي هو السبب الرئيسي في الخلاف الحاصل بين قيس سعيد وراشد الغنوشي ومجموعة الأخوان المسلمين في تونس. لذلك الرئيس اليوم يرى أن هذا الوضع هو وضع دقيق في الداخل وفي الخارج، ولا بد من أن يأخذ بزمام الأمور، وهو اليوم يأخذ بزمام الأمور وينخرط في مجهود وطني في عزل الأخوان المسلمين وإخراجهم من السلطة وتنقيط الإدارة من جملة الألغام الإخوانية المزروعة بها. وأؤكد وأجدد وأن السياسة التونسية اليوم وأن العلاقات بين الأحزاب وبين رئيس الجمهورية مبنية بصورة أساسية حول الملف الليبي. الملف الليبي اليوم هو ملف حاسم في تونس. الملف الليبي هو ملف حاسم، ربما هو الذي أضفى بظلاله على كل هذه التغيرات التي نشاهدها الآن في تونس. ربما تأكيدا على حديثك يا أستاذ عماد، يمكن أن نعزو أيضا أسباب إقالة وزير الخارجية من حكومة تصريف الأعمال، ويقال أنها أيضا كانت بطلبا من الرئيس التونسي بسبب مواقفه من الأزمة الليبية. كيف تعلق على هذا الأمر؟ أنا
لا أعرف خلفيات هذا الأمر، لكن المعطيات الثابتة وأن إقالة وزير الخارجية التونسي تزامنت مع ما أسماه الرئيس محاولة الانقلاب على الشرعية، ومحاولة الانقلاب على الشرعية فهمت في الشارع التونسي على أن هنالك قوات تركية وشركات تركية في تونس كانت تعد لأمر ما ضد رئيس الجمهورية. وما يعاب على وزير الخارجية التونسي أنه لم يكن متفطنا لهذا الموضوع. الأيام القادمة ستأتينا بالأخبار الصحيحة، لكن الأكيد وأن إعفاء وزير الخارجية الذي هو من يعني جوهر صلاحيات رئيس الجمهورية باعتباره هو رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تسمية وزير الخارجية ووزير الدفاع، هذا الموقف مبني على أمر يتعلق بمحاولة اختراق الأجهزة التونسية ومحاولة تحضير اعتداء على رئيس الجمهورية في علاقة دائما أقول بالملف الليبي. الخلاف الرئيسي اليوم بين قيس سعيد وبين راشد الغنوشي وزمرته هو حول الملف الليبي. القضية ليست قضية تونسية تونسية وإنما قضية تونسية ليبية، والرئيس التونسي طيب العربية التونسية لتحذير اعتداءات على الشعب الليبي. مرة أخرى أعود إلى الأستاذ نزار جليدي. أستاذ نزار، كيف تصف هذه العلاقة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وحركة النهضة الإخوانية بصورة عامة، وما هي أسباب تفجر العلاقة، دعني أسألك بهذه الطريقة، بين الجانبين برأيك؟ في اعتقادي أن الرئيس قيس سعيد حسم الموضوع أمره في خلال ربع ساعة في باريس وخلال 10 دقائق في الجزائر. هل تسمعني؟ نعم. في اعتقادي أن قيس سعيد بنى كل هذه الانخراط الآن في عزل الإخوان المسلمين من خلال ربع ساعة في باريس ومن خلال 10 دقائق في الجزائر. الرجل هو رجل قانون بالأساس، الرجل يأتي من منظومة مختلفة عن الطبقة السياسية في تونس، كان يعرف جيدا أن المكائد كبيرة، وكان يعرف أن القصر مدجج. في البداية كانت خروج قيس سعيد كان باهتا، الآن قيس سعيد يعرف جيدا أنه يملك يعني يملك شعبية كبيرة. من صوت لقيس سعيد في الحقيقة؟ صوت له من لا يؤمنون بالأحزاب السياسية في تونس، من لا يؤمنون بالأرقام في تونس، من يؤمنون فقط برجل يخلصهم من خراب الأزمة الاقتصادية ومن التلوث ومن البلاهة والمراهقة السياسية ومن الصراعات، لأن الشعب التونسي رأى ما رأى خلال 10 سنوات. يعني قيس سعيد لما ذهب إلى الجزائر خلال 10 دقائق فهم أن هناك في علم السياسة شيء اسمه أمن خارجي، ولما أتى إلى باريس فهم أن اللعبة تغيرت وأن تركيا مدفوعة بأمريكا وأن هناك خطوط متوازية. نحن نعلم سيدي، أنا من الصحفيين اللي كنت جاء حاضر يعني في الإليزي، كنا نعرف أن قيس سعيد عندما قال الشرعية والمشروعية، وهذا خلق جدل كبير حتى في الإعلام الفرنسي. قيس سعيد ليس الرئيس من نوع الرئيس الذي يمكن أن يتراخى أمام الضغوطات الدولية عكس ما يعتقدون، لأن عندما ترى في مقالات الرجل السياسية وتحليل الخطاب السياسي للرجل وترى ماذا يفعل الآن، هو الآن محاط بما يسمى بأحسن مؤسسة حقيقية في اعتقادي تشتغل بشكل مهم جدا، هي الأمن الرئاسي. هذه المؤسسة لما تكونت في العقد الأمني التونسي، هذه المؤسسة كانت ليس فقط حماية الرئيس، بل أن تقدم للرئيس كل المعلومات الاستخباراتية، وهي من فكت شفرة ليلة 21 و 22 هذه الذي لم نتحدث عنها بعد. ولكن لماذا لا نتحدث عن شفرة يوم 25؟ لأن يوم 25 يتوازى مع ذكرى وفاة الشهيد محمد البراهمي، وفاة البجخي السبسي، عيد الجمهورية. عندما تقرأ بيان راشد الغنوشي من مجلس النواب وترى طرده في إحدى الشوارع عندما أراد أن يدشن إحدى الشوارع، وترى ما قامت به عبير موسي في المساء، فإنك تفهم بأن الرئيس يأخذ مسافة الآن ويراجع الحسابات. أنا متوافق معكم بأن الموضوع الحقيقي هو موضوع ليبيا،
ولكن الموضوع الأهم هو الموضوع الاقتصادي التونسي، لأن قيس سعيد من أهم رهاناته عندما يتكلم دائما يتكلم عن ديمقراطية اجتماعية، يتكلم عن الاقتصاد الاجتماعي، يتكلم عن حلول، وهو الذي بدأ، هو الوحيد الذي تكلم ذات يوم أن حلول تأتي بمصالحة، بأن كل رجل أعمال فاسد يدفع المال. الآن فهم بأن الفساد في السياسة وليس في رجال المال، لأن رجال المال هناك قدرة بأن يصلحوا الخطأ، ولكن رجال السياسة عاثوا في البلد كما أرادوا، وعندما عاثوا في البلد كما أرادوا هو الآن كبح هذا الحزاب، يعرف بالتقارير التي تأتي، لأنه رئيس جمهورية في النهاية، هو الرجل الذي يأتي على كل التقارير. الموضوع الليبي هو الجدر الضلع الأهم، ولكن الضلع الأمني داخل تونس، تقارير الرئيس تأتي من مدن خطوط التماس، من تطاوين وقفصة وقبلي والقصرين. الرئيس يتابع الآن بشكل مهم جدا مدن الحدود مع الجزائر ومدن الحدود مع ليبيا، ويفهم التطورات القادمة. لأنك تسأل سؤال بسيط جدا، وزير الداخلية الذي عين رئيس حكومة الآن في ولاية تطاوين في إحدى مدن الجنوب التونسي، لا يوجد أمن في المدينة. يعني تقديم قيس سعيد عبر تقارير مهمة جدا. في الخلاصة، بين البعد الدولي والإقليمي والوطني والداخلي، قيس سعيد حاول أن يخرج بمقام رجل القانون، وهو الرجل الآن إلى حد اللحظة الذي فقه كل المناورات الإخوانية، لأن مناورات الإخوان كل ساعة، هم هكذا مثل المورفين، يعني تحتاجها هم يناورون، مثل هذا المضاد الحيوي أو هذا المسكن، المورفين هو المسكن، هم هكذا يصنعون مناورات كل دقيقة. وآخر مناوراتهم هذا اليوم عندما يتكلمون عن مسألة من سيعوض وزير الداخلية، وكأنهم لهم حرص على الأمن في تونس، وهم لا يعرفون بأن الأمن في تونس لا يسير بوزير، الأمن في تونس يسير بالإدارة. أستاذ نزار، ما يحيكه الأخوان المسلمين في جنوب تونس على الحدود الليبية أو الجزائرية، يمكن أن نقول أنها مؤامرة كبيرة لها علاقة أيضا بالتقارير التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، والتي تحدث فيها عن وصول أكثر من 2500 مرتزق إرهابي من تونس والجزائر إلى ليبيا. سيدي، هذه كل الحقيقة، لأن الرئيس الآن يعلم بتقارير تأتي من مدن الحدود، من خطوط النار، ما أسميها بخطوط النار، هي المدن الأكثر فقرا، الأكثر بطالة، الأكثر مطالبة، الأكثر. أنت تعرف أن الآن حركة النهضة تجوع مدينة تطاوين، تجوع مدينة تطاوين، تلك المدينة المتاخمة، حتى الكامور، وكل الكامور، النهضة هي من تدفع بالكامور لإرباك الوضع الداخلي في البلاد، وهي من تحرك أيضا قفصة. أنت تعرف أن مدينة تطاوين الآن مدينة عطشاء بدون ماء، من يحرك هذا؟ هو هؤلاء الزباني التي وضعتهم حركة النهضة. وأنت تعرف أن هذه المدينة هي تشمل الحدود الصحراوية مع ليبيا، من بنقردان إلى حدود ولاية تطاوين، يعني كل المنطقة الحدودية. الرئيس فهم هذه اللعبة الآن، يتعامل معها تقديرات استخباراتية داخلية بقوات تونسية، ويتعامل مع الملف الليبي بذكاء كبير جدا. ولا ريبك بأن السراج هذا المعتوه الآن حول كل صلاحياته إلى تركيا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة سأقول لك يا سيدي، لأنه كان يعرف الآن السراج يقدر جيدا بأن المد الاستخباراتي التونسي قد يصل إلى طرابلس في أي لحظة، وإذا وصل المد الاستخباراتي التونسي إلى طرابلس فهي ستحرر تماما، مثلما وصل المد الإخواني ذات يوم إلى طرابلس واستعمرت من أردوغان. لأن من مهد، الذي لا يريد أن يقوله كل الناس، أن من مهد الميليشيات هناك في طرابلس هو رشد الغروشي عينا، وسمير ديلو، وكذلك نور الدين البحيري، والسيد الفرجاني. هؤلاء لا يمكننا يتكلمون على هذا. هؤلاء الثلاثة هم من صنعوا الميليشيات هناك، هم من أسسوا ميليشيات غرب طرابلس وشرق طرابلس. مدينة طرابلس نفسها قسمها هؤلاء. من باع البغدادي المحمودي الذي يملك كل أسرار ليبيا؟ أليس الإخوان؟ أليس نور الدين البحيري والسيد الفرجاني؟ هي هكذا الآن الأمور تحسن. نعم، قيس سعيد يعول على الملف الليبي، ولكن قيس سعيد يعول على الملف الداخلي. والآن قيس سعيد هو الذي يناور مع الإخوان، رغم أنني سأعطيك سبق صحفي. يوم 25 صباحا حركة النهضة ناورت مع قيس سعيد ب
بملف عائلي، ولكن الرجل لم يرضخ، والأيام القادمة ستكشف هذا. سأقدم لكم تقرير في الأيام القادمة ماذا مارست الحركة بملف عائلي شخصي أصلا، لأنهم يناورون بكل شيء، هؤلاء يناورون بألام الناس، بأوجاع الناس، بفقر الناس، ببطالة الناس، بمال الناس. رجال الأعمال التونسيون اليوم هم تحت وطأة حركة النهضة. طيب ننتظر هذه المعلومات التي تكشف هذه المؤامرات التي تتحدث عنها والتي تحيكها جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا ربما المناورات التي تلعبها في السر وتستغل فيها حتى أمور شخصية أو عائلية. سأعطيك سرا آخر. مناورة يوم 21 و 22 ليس فيها فقط الأتراك، فيها أيضا رجال أعمال ليبيين كانوا في مالطا وسافروا ودخلوا تونس وأرادوا أن يحوكوا شيئا ما ضد الرئيس، فقط للمعلومة. يعني وبالأسماء تؤكد المعلومات. ربما هناك أو كان هناك محاولة لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، ولا نتحدث ربما عن انقلاب عسكري كبير أو انقلاب تشنه جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة عسكريا أو ميليشياويا على البلاد. نعم، هي كانت أوهام وكانت في أحلام الإخوانيين، لأنهم لا يعرفون أن في البلاد رجال أمن آمنوا وهم فتية آمنوا بالله. هؤلاء لو تعرف سيدي، رجال الأمن في تونس هم الأقل حقوق وهم الأقل أجر، ولكنهم يخدمون الوطن لأنهم عقيدتهم الجمهورية التونسية تماما مثل المحامين والناشطين. كل العقيدة إنها تونس، وعندما نؤمن تونس نؤمن الجزائر. طيب. وعندما نؤمن تونس نؤمن ليبيا، وعندما نؤمن تونس نؤمن المغرب. الموقف المغربي اليوم سيدي، أعتقدك قرأت البيان المغرب اليوم. أكيد. هناك تغير. صحيح. حدثتك في الأسبوع الماضي عن تغيرات لدول الجوار. الآن المغرب اليوم قالت بالحرف الواحد الهيكل الوحيد المنتخب هو مجلس النواب الليبي، الآخرون هم الآخرون مصطفون. طيب سيدي الأمور واضحة جدا الآن، فقط عندي جملة أريد أن أقولها، ممكن أخذ وقت كثير، ولكن الموظف وعون الأمن وساعي البريد والدهان والزواق والحداد كلهم مدعوون يوم 30 لدعم إسقاط المجرم الكبير رشد الغنوش. مرة أخرى أعود إلى دكتور عبد السلام شقير. دكتور، كان لافتا اعتذار رئيس قيس سعيد عن الدعوة التي وجهها له راشد الغنوشي لحضور يوم الجمهورية في احتفالية أقيمت بمجلس نواب الشعب التونسي، هل هو ترجمة لحجم الخلافات الكبير بين الرئيس قيس سعيد وبين حركة النهضة الإخوانية؟ ربما موقف اتخذه الرئيس ردا على كل هذه المعلومات التي لم تكشف وتتحدث عن مؤامرات تحيكها الحركة، ربما بعضها وصل لحد الحديث عن محاولة لاغتيال الرئيس قيس سعيد. بالتأكيد هو يمثل أو يعكس العلاقة المتوترة ما بين أستاذ قيس سعيد وحركة النهضة أو فرع الإخوان المسلمين في تونس، لأنه كشف ألاعيبهم، لأنه كما تفضل زملائي الكرام وكما تفضل زميلي نزار، يعني هنالك معلومات مؤكدة عن كل ألاعيب هذه الحركة التي تريد بالتالي توريط السيد رئيس الجمهورية وإقحامه في مشاكل وفي حروب إقليمية وفي تدخل في شأن داخلي للجيران إلى آخره. إذن هم بالأساس لا يؤمنون بالجمهورية أخي الكريم. كيف تريد السيد رئيس الجمهورية أن يحضر احتفالا وهو احتفال طبعا سيكون احتفال كاذب، لأنه هؤلاء وقياداتهم شككوا في مكاسب الجمهورية التونسية. يعني هنالك تدوينات لقياداتهم حاليا بعد أو يوم عيد الجمهورية يكذبون ويقولون أنه ليس هنالك جمهورية. مثلا أذنابهم أو جناحهم العسكري في البرلمان ائتلاف الكرامة، مثلا زعيمهم سيف الدين مخلوف كاتب تدوينة موجودة إلى الآن في صفحته الرسمية أنه ليس هنالك جمهورية، وأن كلمة الجمهورية كذبة كبرى، وأن الجمهورية الحقيقية التونسية انطلقت 2011. يعني هم يريدون إلغاء كل تاريخ تونس، هم يريدون طمس كل تاريخ تونس والذاكرات الوطنية والأعياد الوطنية وكل ما يرمز إلى سيادة هذا الوطن وإلى هيبة هذه الدولة هم لا يؤمنون به. هيئتهم التي خلقوها ما يسمى بهيئة الحقيقة والكرامة بلغ بها الحد إلى محاكمة زعيم لحبيب بورقيبة مؤسس الجمهورية التونسية محكمة غيابية، يعني محاكمته على ما يقولون هم كونهم جراء
وهم نسوا الجرائم التي تم الجرائم المهول التي ارتكبوها يعني منذ نشأتهم الأولى في تونس، الحرق، ماء الفرق، يعني تفجير النزل إلى آخره من هذه الجرائم النكراء التي سجلها التونسي وسجلت في مذكرة ومخيلة الشعب التونسي كله. يعني إذا رئيس الجمهورية لن يحضر مثل هذه الاحتفالات، وأيضا حتى في البيان لمجلس نواب الشعب أو مكتب مجلس نواب الشعب هنالك تغييب واضح لمؤسس الجمهورية التونسية الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. ولا ننسى أيضا كونه في 2011 2012 2013 أيام حكم حركة الإخوان بمفردهم وسيطرتهم على دواليب الدولة لم ترفع أعلام الجمهورية التونسية في عيد الجمهورية، يعني ألغوا هذا العيد منذ سنوات، ألغوا هذا العيد، فكيف اليوم يريدون إحياء هذا العيد وهم لا يؤمنون به أساسا؟ يعني هذه الحركة حركة مخادعة بكل المقاييس وتسعى بكل ما لها ما أوتيت من قوة إلى الكذب على الشعب التونسي، إلى الضحك على ذقون التوانسة بمثل هذه الترهات. يعني حركة النهضة تحتفل بعيد الجمهورية. طيب دعني أتوقع معك السيناريوهات القادمة يا دكتور لو سمحت لي حتى نستثمر وقت الحلقة الآن. هناك جلسة الخميس القادم لمناقشة سحب الثقة من راشد الغنوشي، هل تعتقد أنها ستنجح فعلا في نزع الثقة من أو سحب الثقة من راشد الغنوشي، أم أنها ستكون جلسة لتجديد الثقة كما سماها الغنوشي؟ هو سعى الاختيار الوقت، يعني ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله عيدكم مبروك وعيد الأمة الإسلامية الكل مبارك. شكراً. هو اختيار التوقيت هذاك اختيار خبيث، لأنه مكتب المجلس يعلم جيدا وأنه معظم النواب لا يقتلون في تونس العاصمة، وأكيد أنهم سيحتفلون بعيد الأضحى مع عائلاتهم في مدنهم وفي ولاياتهم. دونك اختيار التوقيت هذاك كان اختيارا خبيث من طرف رئيس البرلمان التونسي، لكني أعتقد بصراحة كونه هذه المرة سوف يتم فعلا سحب الثقة من هذا الشخص من على رأس البرلمان، لأنه كما قلت يعني هنالك بعض الحركات التي في البداية كانت لا موقف ثابت لها مثل حركة الشعب والتيار الديمقراطي، اليوم هي من دونت هذه العريضة لسحب الثقة من الغنوشي، طبعا إلى جانب كتلة الحزب الدستوري الحر، إلى جانب كتلة الإصلاح الوطني، يعني هنالك كتل برلمانية. طيب لكن في سيناريوهات مختلفة تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين، استخدمتها في ليبيا على سبيل المثال، هي نجحت في تجيير أو في تحويل عدد كبير من النواب أو أعضاء المؤتمر هنا في ليبيا لصالحهم رغم كونهم غير منتمين لجماعة الإخوان المسلمين عبر تقديم رشاوى ضخمة. هذا السيناريو هل تتخوفون منه الآن في هذه الجلسة التي توصف بأنها تاريخية؟ هل ستلجأ جماعة الإخوان المسلمين وخلف هذا التمويل القطري الكبير لهذا السيناريو؟ هل هذا الأمر ممكن؟ هو كان يمكن انه يصير في الفرص التي سبقت، لكن اليوم الشعب التونسي والضغط، ضغط الشارع التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي، في الاذاعات، في كل الوسائل، في الطريق، في المقاهي، يعني الشعب التونسي يتحدث عن ما تفضلت به سيادتكم، وهو كون هنالك نواب للبيع والاشتراء. يعني الكل الان متخوف، حتى ولو انه ليس عن قناعه، يعني ولو انه يباع ويشترى لن يجازف هذه المره بمثل يعني هذه الممارسات، يعني لن يقبل، لا اعتقد كونه يقبل ان ياخذ مالا من اجل يعني تجديد الثقه لراشد الغنوشي. الان اعتقد ان الامر بات مستحيلا، خاصه مع كما قلت الحصار الذي فرضه رئيس الجمهوريه ومؤسسه الجمهوريه على هذه الحركه، خاصه بعد فشل المخطط الاخواني في ليبيا، خاصة بعد الضربات المتتالية التي أكلها أردوغان. يعني قرأت مقالا هذا المساء، الولايات المتحدة الأمريكية تشكر الجيش الليبي بحمايته لأبار البترول. يعني هنالك تغير واضح حتى على مستوى موازين القوى، يعني في العالم من كان مناصرا لحركة الإخوان المسلمين وصعود الإسلاميين في الدول العربية إلى سلم الحكم دون المرور بدرجاته، هم الآن يسحبون منهم البساط شيئا فشيء. يعني حتى القوى الإقليمية والقوى العظمى أعتقد أنها ستسحب البساط. كل ظروف مواتية الآن لخلع أو لربما تقويض تمدد وإرهاب جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة وليس في تونس فقط، لكن اسمح لي مرة أخرى أعود للأستاذة وفاء الشاذلي. أستاذة وفاء، هل أنت متفائلة من جلسة الخميس القادم؟ هل ستكون فعلا جلسة لسحب الثقة عن راشد الغنوشي أم لتجديد الثقة له كما توقعها هو؟ في
الحقيقة لأول مرة لا يمكن أن أحسم. يمكن في المرة السابقة بخصوص اللائحة حول تدخل رجل غنوشي في الشأن الليبي كنت حاسمة وقلت ستكون جلسة فرخ قلبك فقط. هذه المرة لا يمكن أن أجزم. أنا يمكن أختلف عن غيري باعتبار أن راجد الغنوشي كيف وصل إلى سدة البرلمان؟ من هي القوى التي فرضت وصوله إلى سدة البرلمان؟ هي أكيد ليست قوى داخلية ولا برلمانيين. هناك توازنات حدثت داخل البرلمان ولكن هناك أيادي أجنبية هي من فرضت ذلك. ولذلك إذا ما هذه القوة التي فرضته اليوم تريد سحب الثقة منه ستحدث توازنات داخل البرلمان وتسحب منه الثقة تبقى ما يسمى في القانون مبدأ توازي الصيغ والأشكال. يعني يفهمني الأستاذ عماد بن حليمة المحامي أن من أتى به إذا قرر سحب الثقة منه سيسحب، وقتها لن تفيد الرشاوي ولن يفيد الابتزاز بالملفات ولا التهديدات ولا الهرسلة ولا يعني تهديد العائلات، هذا كله لن يفيد وستسحب الثقة من راشد الغنوشي. أنا أؤمن بهذه النقطة لأن وصوله لم يكن اعتباطيا، هناك قوى دفعت لأن يكون هذا الرجل في سدة البرلمان ودفعت إلى أن يكون هذا البرلمان صداميا بوجود كتلة الحر الدستوري بالذات ووجود عبير موسي المعروفة يعني بكونها ليست هينة وهي شرسة، وكذلك بسيف مخلوف ذلك المحامي الذي هو معروف كونه كذلك شرس، وجعلهم في حالة صدام وتطاحن داخل البرلمان. يعني ممكن أنه كذلك لا يمكن أني نجزم باعتبار أنه ممكن البرلمانيين يمكن سيحتمون براشد الغنوشي ويمكن يريدون تواجده في هذا البرلمان وفي سدة البرلمان ليحميهم من نية قيس سعيد بحل هذا البرلمان، لأن كل الكتل داخل البرلمان بدون استثناء ترفض حل هذا البرلمان، لا يريدون حل البرلمان مهما كان. طيب إذا ربما الخوف من حل البرلمان وهو خيار، لكن عندما نأتي على مسألة الخوف من حل البرلمان يمكن سيدفع إلى يعني جهة أخرى في هذا يعني المضمار. لا لا، هو الخوف من الخوف من حل البرلمان قد يدفع التيارات المدنية التي هادنت حركة أو جماعة الإخوان المسلمين في السابق لأن تتخذ موقفا قويا الآن لسحب الثقة من راشد الغنوشي، الاصطفاف إلى ناخبيهم أيضا. ممكن يمشيوا إلى سحب الثقة كذلك. نعم. نفس يعني الفرضية، كما يمكن الدفع إلى سحب الثقة كذلك الدفع إلى عدم سحب الثقة، لا شيء الحقيقة، خاصة وأن راشد الغنوشي هو خبيث جدا في أنه يستثمر هذه اللوائح والعرائض ليستقوي بها في المستقبل، لأنه هو اليوم يعلم شديد العلم أنه في حرب مفتوحة مع رئاسة الجمهورية ومع رئيس الحكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال وممكن مع رئيس الحكومة اللي يمكن إذا وقعت المصادقة عليه لن تكون الأمور يعني على ما يرام بينهم، ولذلك هو يستثمر هذا الرجل وقالها صراحة حين يعني برزت إشكالات حول أن تكون العريضة شكليا لا يمكن أن تمر، هو قال أنا سأعرض نفسي على سحب على يعني البرلمان لتجديد الثقة، وهذا يعني ما يقلق لأنه حتى بعد اللائحة الأولى كان بعدها يتكلم مع
فايز السراج في الملف الليبي بكامل الأريحية، باعتبار أن اللائحة سقطت وكأنه أخذ الضوء الأخضر من البرلمان ليتدخل في الشأن الليبي وهو مرفوع الرأس. أنا أعتبره استقواء ما تم لراشد الغنوشي، وما يخيفني اليوم هو أن يستقوي من جديد ليأخذ باش يأخذ النفس ويرفع رأسه من جديد ليواجه يعني بلكمات، لأن الحرب مفتوحة مع رئيس الجمهورية في كامل الوجهات وخاصة في الملف القضائي، لأن المربط الفرس بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين بتونس هي الزوبعة القضائية القادمة قريبا بفتح ملف الجهاز السري من جديد والمتغيرات في قضية الشهيدين وعملية إحالة قضية الجهاز السري إلى محكمة أخرى وقضاة آخرين. يعني الأمور ليست على ما يرام، وهذا يمكن ما سيجعل راشد الغنوشي يتشبث بوجوده في صدة هذا البرلمان، لأن الأمور أصبحت بالنسبة إليه على فوهة بركان. طيب، فتلك الحصانة مهمة ومفصلية له في قادم الأيام مع اشتداد الموجة عليه. طيب أستاذة وفاء شاذلي، كيف تتوقعين موقف قلب تونس؟ هل سيصطف مع الدستوري الحر في الجانب الذي انتخبه الشارع من أجله؟ قلب تونس منذ مدة هو منذ يعني أن مكن راشد الغنوشي من الصعود إلى سدة البرلمان نراه لا يعنيه إلا مصالحه ومصالح رئيسه، ويعني تخوفه من الرجوع مجددا إلى السجن وعملية المقايضة بالملفات، ملفات الفساد والتلفزيون والتأشيرة. يعني هناك عدة ملفات لرئيس حزب تونس. كلنا يعلم أن يعني قلب تونس متكون من 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 برلمانيين هم الحقيقة معروفين بقربهم الشديد لراشد الغنوشي، ولذلك لا أعول الكثير على قلب تونس إلا إذا ما تم هنا معناها اتفاق في الكواليس على يعني التواجد من في الحكومة، رغم أن رئيس الحكومة المكلف مجدد المكلف من رئيس الجمهورية هو ينوي أن تكون هشام المشيشي أن تكون حكومة غير حزبية. يعني هو ممكن هنا قلب تونس غير معني بأن يتواجد بالحكومة. طيب، ولذلك سيكون ممكن مصطفا مع راشد الغنوشي. لا شيء في الحقيقة يمكن أن نجزم به باعتبار أن الكواليس والمطابخ المظلمة لها يعني غموضها. طيب، وهي تخفي أشياء ممكن لا يمكن أن نعلمها، نعطي فرضيات فقط ولكن لا يمكننا الجزم. صحيح، نطرح سيناريوهات مختلفة وتوقعات، لكن اسمحي لي أن أعرف وجهة نظر الأستاذ عماد بن حليمة. أستاذ عماد، أنت معي؟ طبعا معك. توقعاتك لجلسة الخميس القادم، جلسة سحب ثقة أو تجديد ثقة كما يراها الغنوشي؟ الغنوشي يناور، يقول أنا هذا الغنوشي إلى اليوم، لأن المشكلة الكبرى الآن في البرلمان، يعني عملنا في البرلمان بنظام المشيخة. الغنوشي ليس رئيس برلمان، هو شيخ، والشيخ هذا في أدب الإخوان المسلمين هو القائد للقطيع، وهو الذي يطاع ولا يرفض له أمر، والذي يقود القطيع كيفما يريد. المشكل الرئيسي في البرلمان وأنه الغنوشي الذي يتعامل في حركته مع المنتمين للحركة كقطيع يريد أن يفرض نفس هذا النسق في البرلمان، أن يتعامل مع البرلمانيين ومع النواب على أنهم قطيع بفكرة المشيخة وليست بفكرة رئاسة البرلمان. أنا أعتقد وأن القضية المطروحة اليوم بخصوص سحب الثقة من راشد الغنوشي أن هي قضية وطنية بالأساس، وأعتقد
وأن الفيصل فيها سيكون قلب تونس، لأنه قلب تونس وحزب نبيل القروي. وللتذكير باعتباري أنا محامي نبيل القروي لما زج به في السجن يوم 23 من شهر أغسطس 2019، زج به في السجن حتى تمكنت حركة الإخوان المسلمين من افتكاك البرلمان منه، لأنه وأنا أقول حقيقة ولا أخفيها عن أحد، وأنه لولا بقاء يوم 23 أغسطس 2019 لكان حزب قلب تونس هو الأول في البرلمان. كانت هنالك لقاء يوم 21 أغسطس بين راشد الغنوشي ويوسف الشاهد رئيس الحكومة آنذاك، وتم اتخاذ قرار إيقاف نبيل القروي الذي أحيل على السجن المرنقية يوم 23 أغسطس بمحطة الاستخلاص بطريق السيارة باجة تونس. أعتبر أن هذا التاريخ أو أن هذا الفعل هو فعل حاف. والحقيقة أنا أستغرب اليوم وأن الحليف السياسي الوحيد الذي بقي للغنوشي هو نبيل القروي. لا أقول، أنا لا أؤمن وأن هنالك شيء اسمه حزب قلب تونس. أنا أؤمن وأن هنالك شيء اسمه شركة نبيل القروي. هذه الشركة لا تتصرف كحزب. الشركات التجارية يعلمون جيدا وأنها تعمل وفق معيار الربحية والربحية التجارية المالية. اليوم نبيل القروي هو في عزلة تامة، وفقد كل ثقة منحته إياها الجماهير التي انتصرت إليه في الانتخابات الرئاسية والتي انتصرت إلى حزبه في الانتخابات التشريعية. هو الآن معزول، وأنا أعتقد وأن نبيل القروي اليوم لن يغير موقفه، سيكون مع الغنوشي لأنه لم يعد له أي خيار آخر. هو حزب منبوذ من كل المجتمع. قلب تونس سيكون مع الغنوشي وحركة النهضة، هكذا تتوقع في الجلسة القادمة أيضا؟ أنا أعتقد، ولا أقول قلب تونس، أقول أن هذه الشركة التجارية لنبيل القروي ستكون مع الغنوشي وستنتصر إلى الغنوشي إلى آخر لحظة، لأنه لم يعد لديها أي خيار آخر. لأن اليوم نبيل القروي مصيره مرتبط بالغنوشي، وهو اختار هذا، هو اختار أن يكون في عزلة، هو ربما لغايات ربحية، ربما لغايات تجارية مالية. وتعرفون وأن حزب الأخوان اليوم يغدق أموالا طائلة على كل المتعاملين وكل المتألفين معه، واعتبر اليوم طيب، لكن حتى الخوف من ربما خيار حل البرلمان الذي يمكن أن نصل إليه إذا لم يسقط راشد الغنوشي واستمرت المماحكات السياسية، أيضا استمرت عملية الاعتصام داخل البرلمان وعطلت الجلسات، هذا الخيار ألا يمكن أن يخيف شركة نبيل القروي وتصطف مع الدستور الحر بالتالي، أم تعتقد أنها ستواصل الانتحار بين هلالين مع راشد الغنوشي؟ أرجح وأنه سيقع إسقاط راشد الغنوشي، لكن إسقاط راشد الغنوشي سيكون خارج شركة نبيل القروي، لأنه اليوم الظاهر وأن هنالك ثلاثة جهات سياسية بين معقفين، وهي ليست سياسية، هي حركة الأخوان وجناحها جناح العنف ما يسمى بائتلاف الكرامة ونبيل القروي. هذم الثلاثة اليوم في عزلة، وأعتقد وأنه نبيل القروي، وهذه قناعة خالصة لي، وأنه نبيل القروي فقد في مرحلة أولى 11 نائبا من نوابه ليأسوا ما يسمى بالكتلة الوطنية، كتلة حاتم المليكي. وأعتقد وأن ما تبقى لشركة نبيل القروي بالبرلمان لن تكون كتلة على سحب الثقة من راشد الغنوشي. سيبقى نبيل القروي
عياض اللومي ورئيس الكتلة وسام الخليفي وشقيقه غازي القروي، هذا على أقصى تقدير اللي مش يبقى في كتلة شركة نبيل. طيب أستاذ عماد لو سمحت لي، حصل بعض التقطع في صوتك، لكن أريد فقط بكلمة واحدة، هل تتوقع سحب الثقة أم لا من راشد الغنوش الخميس؟ أقول أنه 90% كنسبة سيقع سحب الثقة من راشد الغنوشي، وأترك 10% هي مجال الخيانات الممكنة وشراء الأصوات والتدفقات المالية التي سيلجأ إليها الإخوان حتى يحولوا، لأن هذه معركة رئيسية، لأنه سقوط راشد الغنوشي من رئاسة المجلس هي عنوان لانتهاء حكم الإخوان في تونس. هل سينتصر التيار المدني أستاذ نزار جليدي؟ مسار التغيير سينتصر يوم الخميس القادم أم التدفقات المالية لها كلمة أخرى؟ عندكم في ليبيا تقولوا مانيش ورقة في جيبك تصرف وترد البقية. أجبتك بالشعب الليبي يعني مباشرة، يكيد راشد الغنوشي ما يكيد، ولكن الله يصنع بشعب تونس المسار الصحيح. يصادف 30 جوان أنني أغلق 40 سنة، هو يوم عيد ميلادي، وهكذا سيرسم التاريخ أن في حركته عندما نصارع أفيون سرطان يسقط بعلم الحسابات. الآن نتحدث عن شركة، وأنا موافق مع الأستاذ عماد وموافق مع تحليل الأستاذ وفاء شادي، ولكن أقول لك النواب سيقفون أمام أنفسهم في سرية تامة. هناك أمران، أمر حل النواب، أمر حل مجلس النواب ما زال مؤجل لأنه بيد قيس سعيد، وأمر راشد الغنوشي أصبح حقيقة شعبية. سيدي الكريم، عندما تخاطبك امرأة تونسية من أقصى الجنوب التونسي في الساعة الرابعة صباحا تقول لك في يعني رسالة صوتية نريد أن نتخلص من الإخوان دمرونا، افهم أن الشعب التونسي من الداخل نفر هؤلاء. راشد الغنوش تحايل على الوقت، اختار يوم عرفة، يوم التونسيون يتجهون. لنا أسلوب اجتماعي قوي جدا، نحن شعب صحيح، الشعب التونسي حدثيون، الشعب التونسي تقدميون، ولكن لنا ارتباط وثيق. ولكن مهما دبر راشد الغنوش، أنا عندي ثقة في كل في العامل في المنظف في الموظف، هؤلاء سيضغطون على هؤلاء النواب. النواب مطلوب منهم وبوضوح جدا إيقاف النزيف، وتونس ستكون بعد 30 جويلية يوم آخر، يعني بعد العيد ستكون مرحلة أخرى. المرحلة ستكون قيادة الدولة بحكومة أخرى جديدة، والنواب سيمارسون عملهم الصحيح، لأن من ورط مجلس النواب التونسي بهذه الأثون السياسية هو راشد الغنوشي رأس الأفعى، هو يحيط ما يريد. سأجيبك الآن عن سؤالك، أعرف السؤال الصحفي الذي يدور في ذهنك. يوم 30 جويلية هو انتهاء الأزمة في تونس، هو موعد الخلاص من براثين الإخوان المسلمين، هو كتابة التاريخ الجديد لدولة الجزائر. سيدي الكريم، سأربط لك الأحداث. أنت تعرف كم من مركب في الجزائر رحل إلى دول أوروبا هذه الأيام؟ هل تعرف من وراء هذا؟ من؟ هذا هو الاجتماع السري الذي وقع مع أحد رؤساء حزب الإخوان في الجزائر مع راشد الغنوش. أنت تعرف أن المعادلة في ليبيا تغيرت من الداخل، والموقف الأمريكي تغير، وأن الفرنسيين الآن مستعدون لكل شيء في ليبيا. نحن تحدثنا عن كل شيء هذه الليلة ولم نتحدث عن ليبيا. صحيح. أنت تعرف سيدي أن من الداخل الموقف في الجنوب التونسي تغير، بمجرد الإعلان عن رئيس حكومة جديد تغير الموقف داخل الجنوب التونسي، وهي كلها مؤثرات. أقول لك بأن يوم 30 هو يوم الفصل، والنواب مدعون إلى أن يمارسوا حقهم من ذلك الشعب الذي روجوا له ما روجوا من دعايات انتخابية، وهم لا يملكون حسن التصرف، لأن هناك رجل هناك اسمه راشد الغنوشي، ومجلس نواب الشعب ومكتب مجلس نواب الشعب الذي دججه بكل رجالاته ليمارس كل هذه الفرقعة. الآن بحديث السياسة، سأتكلم معك سياسة برقم الحساب، هناك 109 جاهزون. المستقلون وشركة نبيل القروي ستخرج من اللعبة،
وسيعزل إلى الأبد هذا الرجل. وأنت لا تنسى أن من صور اللقاء بين رجل الغنوش البيج قيس السبسي هو نبيل قرب، ومن دفع المال هو سليم الرياح. حتى نكون واضحين مع بعضنا البعض، وحتى نفهم ماذا هذا الرجل كان دائما كما قال الأستاذ، وهو كان محامي مباشر في قضيته، هذا رجل يتلاعب بعقول الآخرين، يبكي البكائيات عن خليل الذي مات، وكأننا نحن لم نفقد أبناء. الدول لا تسير بالبكائيات. النهضة دفعت بكل سكوك الغفران ودخول الجنة 10 سنوات، الآن أصبحت سكوك بدون رصيد في البنك، تماما مثل شركات البترول في ليبيا. الآن عندما سيحول رقم الحساب سيبكون جميعهم، لأن الشعب الليبي الآن سيطالب بحقه في التنمية. أنا أقول لك في سؤالك المباشر قبل أن تعيد لي السؤال الثاني، جلسة 30 هي جلسة مفصلية يقام فيها حساب وفاء الشاذلي، ويقام فيها كلام عماد الأستاذ عماد، ويقام فيها رسالة التي أوجهها. أرجوك أن تترك لي، نحن مناش ورقة في جيبك تصرف وترد البقية، احنا لسنا ورقة نقدية في جيب رجل الغنوشي حتى يتصرف بها كما يريد. أجبتك بالمثل الشعبي الليبي، وأجبتك بلغة الشعر، وأجبتك بلغة الإحساس، جميعهم الآن أمام لحظة تاريخية اسمها 30 جويلية. 30 جويلية عنوان مهم جدا لتونس لتصحيح المسار في تونس. بعدها ستكون هناك منازلات سياسية بشكل آخر، لن يحل البرلمان، لأن قيس سعيد يعرف جيدا إن حل البرلمان فالفوضى عارمة. قيس سعيد ذكي إلى درجة لأنه رجل يفهم في القانون، سيؤثر للمرحلة كما يمارسون عليه الضغط أو يمارسون الضغط. في انتظار سؤالك أستاذي. طيب اسمح لي فقط سأعود إليك، لكن مضطر أن أنتقل الآن للأستاذ أسامة بن عرفة الناشط السياسي التونسي. أستاذ أسامة أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا، وتحية للسادة المشاهدين ولضيوفكم الكرام. ناقشت مع ضيوفي الآن مستقبل الجلسة المتوقعة يوم الخميس القادم، لكن لم أناقش معهم تشكيل الحكومة الجديدة. الرئيس اختار الأستاذ هشام المشيشي من خارج اختيارات أو ترشيحات الأحزاب. هل تعتقد أنه سيشكل فعلا حكومة كفاءات، أم ربما سيلجأ إلى إدخال الأحزاب الرئيسية في البلاد وإشراكهم في هذه الحكومة، كما تمنى أيضا راشد الغنوشي الذي طالب بحكومة وفاق سياسي؟ قبل كل شيء من فضلكم أود أن أتحدث عن أمر مهم جدا يجب ذكره، لا أعتقد أنكم تطرقتم إليه، وهو يعني مسألة يجب أن تذكر وتسجل في التاريخ بالنسبة للشعب التونسي وللشعب الليبي كذلك، وهي ما صرح به الجنرال رئيس الاستخبارات التركية إسماعيل حقي بيكين في الأيام السابقة في على قناة روسيا اليوم. تحدث على أن تركيا قاعدة عسكرية وتونس رفضت ذلك، يعني أثناء زيارة أردوغان لتونس قيس سعيد الرئاسة رفض ذلك، وهذا طبعا موقف مشرف، موقف قوي رغم الضغوط التي تعرضت لها تونس، ورغم الوضعية الحرجة الاقتصادية في تونس، ورغم كل شيء، ورغم الضغط الإخواني من الداخل، أخذ رئيس الجمهورية موقف مشرف، موقف وطني، وموقف لصالح الشعب التونسي وكذلك لصالح الشعب الليبي، ورفض طعن الإخوان في ليبيا في الظهر، ورفض تحويل تونس قاعدة عسكرية يعني أو قاعدة خلفية للعمليات في ليبيا. أرجو أن لا ينسى يعني الشعب الليبي هذا الموقف. الآن نعود إلى موضوعنا. أنا أتمنى أن يتمكن أن يكون رئيس الحكومة بالقوة وبالشجاعة الكافية لإقصاء الإخوان وغيره من الأحزاب من الحكومة المقبلة، لأنه ببساطة نفس التجربة تعاد في تونس منذ سنة 2011. تونس اليوم في حاجة إلى تكنوقراط، إلى شخصيات يعني وطنية بعيدة عن التحزب وبعيد عن ارتباطات خارجية وارتباطات دولية. الوضع الاقتصادي كارثي، تحتاج إلى رجال دولة تخدم البلاد بصدق وإخلاص وتحاول إخراج البلاد من الأزمة، يعني ما هذا نتمناه طبعا، ولكن لا أعتقد أن هناك أحد يقدر اليوم أن يجد، لأن المفاوضات ستكون كذلك في الكواليس، ولكن ورغم كل شيء لا نتيقة كبيرة في اختيار رئيس الجمهورية، ولنا كذلك انطباع إيجابي تقريبا الجميع اتفق حول نزاهة هذا الشخص
وحول حياده وانه شخص يعني ما قد من الاداره التونسيه ابن الاداره وانه شخص نظيف ونزيه، ونتمنى ان يكون ذلك ان نكون حكومه بعيده عن الاحزاب. اشكرك جزيل الشكر، اتمنى ايضا استضافتك في حلقات قادمه استاذ اسامه بن عرفه، لكن اقتربنا من نهايه هذه الحلقه، فقط اريد ان اعود للاستاذه وفاء الشاذلي. استاذه وفاء، هل تتوقعين ان تكون حكومه هشام المشيشي حكومه خاليه من الاخوانجيه؟ استاذه وفاء، طيب يبدو اننا فقدنا الاتصال. أشكرك على حال ضيفتي عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة الأستاذة وفاء الشاذلي. أعود إليك دكتور. نعم أستاذة وفاء، هل أنت في الاستماع الآن؟ أستاذة وفاء الشاذلي، هل أنت في الاستماع؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال. أشكرك على حال المحامية والحقوقية أستاذة وفاء الشاذلي. مرة أخرى أعود إليك دكتور عبد السلام شقير، هل تتوقع أن تكون حكومة السيد هشام المشيشي حكومة خالية من الإخوانجية؟ هذا ما أتوقعه. وردة الفعل، ردة الفعل المقيتة لحركة الإخوان وأتباعهم وذبابهم الأزرق على الإنترنت، هم رافضون يعني ويهاجمون الأستاذ قيس سعيد على تكليف الأستاذ المشيشي اللي هو ابن الإدارة التونسية، اللي هو ابن المدرسة الوطنية، اللي هو ابن دولة الاستقلال، ولا أعتقد كونه له أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بحركة الإخوان المسلمين، ولا أعتقد أن لهم سلطة عليه أو لهم تأثير أو نفوذ على هذا الشخص، لذلك هم رفضوا هذا التعيين بتعلة وكأنه السيد رئيس الجمهورية لجأ إلى وزير الداخلية هنالك يعني تمهيد للاستبداد وهنالك انقلاب للشرعية وتلك الألفاظ المطاطة التي لا تنطلي على الشعب التونسي. طيب. وهنا أجيبهم بحجة واحدة فقط، حينما كانت الدولة كلها بيدهم ودواليب الدولة بيدهم، كان علي العريض حين كان وزير داخليتهم عينوه رئيسا للحكومة، يعني ليس هنالك مشكل من كونه وزير داخلية يترأس حكومة تونسية ويكلف وزير داخلية آخر، يعني هذا عادي وهم قاموا به سابقا الإخوان المسلمون، يعني هذا شيء. الشيء الثاني كما قلت، هم يعارضون الآن هذا القرار ويشككون في مصداقية السيد وفي نزاهته، ووصلوا وبلغ بهم الحد إلى تكفيره، قالوا أنه ملحد في بعض صفحاتهم وهذا موجودة إلى الآن موجودة، قالوا أنه ملحد، قالوا أنه يساري، قالوا أنه علماني، قالوا أنه كافر. هم كفروا الآن السيد المشيشي، يعني كفروه خلاص، يعني هم بلغوا أقصى حدود الهستيريا الآن الإخوان، يعني رفضهم هذا مؤشر إيجابي. وموضوع آخر، نقطة مهمة أريد أن أتطرق إليها، هو التدخل القطري في هذا الشأن، تدخل الإعلام القطري، يعني إعلامي البلاط، إعلامي الخليج مثلا أحمد منصور أو فيصل القاسم، ذلك الذي تحمل دماء السوريين، دماء أبناء بلده في سوريا، هم يتدخلون اليوم ويسبون ويشتمون رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية. وهنا أدعو حركة النهضة وأدعو سيف الدين مخلوف وأتباعهم حين كانوا ينددون بتدخل قنوات إماراتية أو غيره في تونس في الشأن التونسي، لما لا ينددون اليوم بتدخل فيصل القاسم وأحمد منصور في الشأن التونسي بسبهم لمؤسسة رئاسة الجمهورية وبنقدهم اللاذع؟ هو ليس نقد، هو تعدي لكل الحدود. هم يشتمون مؤسسة رئاسة الجمهورية، يشتمون رئيس الجمهورية رأسا وشخصا، يعني هؤلاء رغم أنهم امتدحوه في السابق لأنهم أرادوا رئيسا كرتونيا، يعني عكس الواقع الآن، الرئيس قيس سعيد كشف أن الرئيس هو رئيس قوي فعلا. هم شكروه في السابق، كانوا يظنون ان السيد قيس سعيد هو العصفور النادر في حركه النهضه، هو يعني تتحكم فيه معناها حركه الاخوان المسلمين، لكن اليوم لما كشف لعيبهم للسيد قيس سعيد ووضع حدا لكل المهازل التي يقومون بها، الان الاعلام العار، اعلام قناه الجزيره بالتحديد، دعني اقول هذا الاعلام الداعم للارهاب، هذا الاعلام الداعم لمنظومه ربيع الخراب والدمار في تونس وفي الدول العربية الكل. طيب. اليوم هم ينقلبون عليه، واليوم هم ينطلقون في بث الإشاعات وفي بث الفتنة، مثل ما زيفوا وركبوا الفيديوهات سنوات 2011 لتأجيج وتفكيك أواصر المجتمعات العربية. سأختم الآن مع الأستاذ عماد بن حليمة. أستاذ عماد، هل أنت معي؟ لا أنا معك حبيب. الرئيس أو الرئاسة التونسية هي بعيدة الآن عن الإخوان المسلمين، تتوقع يكون مجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب بعيدة أيضا عن الإخوان المسلمين يوم الخميس القادم، هل تتوقع أن تكون الحكومة كذلك، حكومة السيد هشام شيشي، حكومة خالية من الإخوانجية؟ أنا أؤكد لكم وأن الرئيس قيس سعيد
أعرفه منذ 3 عقود. وأعرف جيدا وأن هذا الشخص هو ضد التفكير الإخواني. وأعتقد وأن الآن رئيس الجمهورية أخذ الأمور بيده بتعيين هشام المشيشي الذي نسأله الله أن يوفقه في أعماله. لا تريد حبيبي الإصلاح، الإصلاح يكون من شخص واحد لا يكون من مجموعات. وكما يقال إذا تعدد الربان غرقت الباخرة. اليوم الرئيس قال وصرح وأنه لن يسمح بأن يا تونس نهار وهو ينظر وهو رئيس الجمهورية المسؤول دستوريا عن وحدة البلاد، المسؤول على الأمن القومي. أنا أعلم وأن هذه الحكومة ستكون حكومة خارج الأحزاب، وهذا أمر منطقي لأن الأحزاب فشلت في مناسبتين. فشلت الأول مرة حركة الإخوان باعتبارها الحزب الذي حصل على أكثر مقاعد في مجلس النواب، فشلت في تشكيل حكومة الحبيب الجملي، وهذه الحكومة سقطت بعزل سياسي واقع ولم يصوت لها إلا الإخوان وغرفة العنف التابعة لهم ما يسمى بكتلة الكرامة، ائتلاف الكرامة. ثم جاءت حكومة رباعية الدفع، حكومة بأربع طيارات سياسية، الإخوان، حركة الشعب، التيار الديمقراطي، وحزب تحية تونس، وهو حزب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. وهذه الحكومة لم تعمر طويلا إذا استثنينا فترة الكورونا، هذه الحكومة لم تعمر أكثر من شهر. إذن هنالك أزمة سياسية حقيقية وهنالك فشل سياسي واضح. المنطق يقول وأن الحكومة الحالية يجب أن تكون خارج الصراع السياسي، لأنه أن تفشل في تشكيل حكومة في 200 يوم، حكومتان الأولى لا تمر والثانية تستقيل، هذا أكبر دليل على أن هذه الحكومة يجب أن تكون خارج الأحزاب، يجب أن تتخذ نفس المسافة من كل الأحزاب. وهذا المتوقع يا أستاذ عماد بن حليمة. فقط أريد أن نعم أستاذ نزار جليدي سأعود إليك بالتأكيد، لكن سأحاول مرة أخرى مع الأستاذة وفاء الشادي. أستاذة وفاء هل أنت معي؟ طيب يبدو أن المشكلة الفنية بيننا وبين وفاء الشادي لازالت مستمرة. مرة أخرى أعود إليك أستاذ نزار جليدي. إذن ضيوفي يتوقعون أن تكون حكومة ليست فقط حكومة خالية من الإخوانجية بل حكومة خالية من الأحزاب. حكومة بهذا الشكل هل ستنجح بالعبور عبر مجلس النواب؟ في الحقيقة الحكومة ستكون الفيصل هو يوم 30 جويلية. الذين سيصوتون ضد الغنوشي ويخرجون الغنوشي سيمثلون في الحكومة ولكن بشكل تكنوقراطي. لأن الكتلة التي ستصوت هي من؟ الدستور الحر قال لا أريد المشاركة، ولكن ستكون هناك وجوه قريبة من هذه الكتلة. الإصلاح، كتلة حسون الناصفي ستمثل ولكن بوجوه قريبة من حسون الناصفي. من سيصوت ضد الغنوشي هو من سيمثل في هذه الحكومة، لأن هذه مناورة الرئيس. الرئيس يعرف جيد أنهم هم كانوا يناورون قبله في تحديد موعد الجلسة باعتبار 10 أيام لتحديد رئيس الحكومة. الآن هو حدد، هم الآن في هستيريا. ولكن أنا في اعتقادي أن الوزراء، لن نجلب وزراء من المريخ طبعا، سنجلب وزراء لهم هوى سياسي مهما يكون. أي وزير سيكون له هوى سياسي ولو سرا. اعتقادي أن تكوين الحكومة سيكون بمن صوتوا ضد الغنوشي، لأن يعني الغنوشي سيذهب سيرحل وإلى الأبد. لن يكون هناك إخوان في الحكومة، لن يكون هناك حركة التيار. الجميع لم يتكلم عن محمد عبده، لم يتكلم عن المجرم الحقيقي في تونس الآن هو محمد عبده. لن تكون هناك حكومة فيها محمد عبده لأنه مجرم، ولن تكون هناك حكومة فيها إخوان ولا ائتلاف ما يسمى بالكرامة، لا أعرف من أين يأتون بفعل الكرامة. ولكن ستكون الكتل التي ستصوت الوزراء سيكون قريبي الهوى منها، لأنك لا يمكن أن تكون حكومة دون حزام سياسي.
مستحيل. ولكن على الأقل المشيشي نفسه هو رجل إدارة وابن الإدارة الوطنية وابن الدولة وابن وهو ابن لا يملك جنسية و ولكن لا في داخله له هوى سياسي. من يعرفه يعرف الهوى السياسي. وأستطيع أن أقول لك الهوى السياسي لوزير العدل من الآن دستوري. الهوى السياسي طيب ما هو الهوى السياسي؟ يوم نعرف ما هو الهوى السياسي للمشيشي نفسه، هل هو معارض فعلا ايديولوجيا لهذه الحركات الدينيه؟ هو رجل تقدمي حداثي يؤمن بالديمقراطيه الاجتماعيه، هذا الرجل يؤمن بالدوله، هذا الرجل يؤمن بالسيروره، يؤمن بالمسار، يؤمن بالحداثه، يؤمن بالحياه. واعتقد انه أنا عكس الجماعة ممكن، ولكن الأيام ستثبت من سيصوت ضد الغنوشي سيكون له مكان في الحكومة، ولكن ليس بيافطة سياسية بل بهوى سياسي. والهوى السياسي أحيانا أقوى من اليافطة السياسية. شكرا، شكرا جزيلا لك. يعني أنا نعم، هذا هو الملخص في ختام هذه الحلقة. أشكرك جزيل شكر نزار إجليدي الصحفي والمحلل السياسي، حدثني من باريس. أشكر أيضا دكتور عبد السلام إشقير المحلل السياسي، حدثني من تونس العاصمة. كما أشكر الأستاذ عماد بن حليمة المحامي والناشط السياسي، حدثني من تونس أيضا. أشكر المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة وفاء الشاذلي. كما أشكر الأستاذ أسامة بن عرفة ناشط سياسي تونسي أيضا. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات معدها أحمد سالم وتحياتي أحمد دقماطي. في أمان الله.